صح؟ نعم بخير؟ بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. اش كديري؟ نقرا. ومسحي بها راه عندك المساحة راهي حدك. استغليتي هاد الأيامات فاش نتي مريضة؟ استغليتي في القراية؟ اش كتكتبي دروكا؟ حفصة. سميتك؟ اه مزيان، برافو عليك. تعلمي تكتبي بعد سميت؟ اه يلا برافو عليك. كتسين نظرك؟ اه هاك شدي نظرك عند ماما. جزاك الله خيرا يا أمي حبيبتي، شكرا لك. قد يا أم نسيان مدببين أتين أولي تنسحهم لك. هيا تنسحهم لك. برافو عليك وصافي. كي وقع عليك تا ضربتي في رجليك؟ غير مكتبوا علي الله. ايه راه كلشي ما كاتب. كيفاش وقع لك انت؟ فضحتي. ها واش صار؟ قلت لي البارح طحت في سميتو في البير، قريبة طلع من داك البير في البير. قالت لي راه طحت في البير، وهذا البير شكون اللي بغى يدني من هذا البير؟ الرجل. يعني المشكل ديال الوزن. هكاك راه كنت نهضرو دروكا على رجليك. قديم قديم حتى ستيلو تتقديم ضدرك حتى ستيلو تبقيتي الجاج لا تبقيتي الجاج تضرب الجاج بيديك وتا تسخن ضدرك. الناس كيشدو نضدر من هنا من هنا حتى ستيلو حتى دابا تضربي. ها تقدو صافي يلا بسم الله والتوكل على الله، وصلى الله على نبينا محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا شوفي ليش تعلمي كتبها. يلا تعلمي مزيان، ما تبعديش الحروف على بعضيها. مسحي هذيك ا، مسحي هذيك ا، عاودي قربيها. لا ما مزيان مزيان. يلا كتبي، شوفي تحاولي باش تجيبي السطر مقاد. شوفي حبسي حبسي، جي هنايا فين على قد فين. يلا البطل يلا. ها مزيان برافو عليك. حاف مزيان. برافو مزيان برافو عليك. برافو 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 الله يلا برافو عليك. قديتيها مزيان حصة؟ ها شوفي فيا مزيان. برافو عليك والله يتا برافو. الحاجة حفصة صافي. برافو يلا زيد. اش باقي لك؟ اش باقي لك؟ اش اللي باقي لك؟ باقية لي الكلمة الثانية اللي هي حفصة. باش؟ بالعربية. يلا ارى لينا شاهد حفصة بالعربية. سيري للفوق شوية، مسحي عليك وطلعي للفوق، طلعي في السيري الفوق لهيه قدامك. الفوق شوية طلعي يديك. لا جهة أخرى على قول الحال هي، شوف حفصة فين مكتوبة لهي تحت منا هاكاك. زيد الفا زيد 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 مزيان زيد مزيان زيد 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 برافو. لا لا زيد صح نقطة ديال الفا ف
تون مازال نقط ديال تا ديال النقطه ثلاثه زوج راه زوج فيها هاكا جوج رفعات مزيان ان ح ح شفت حاجه ديال ح برافو حسن جدا الله يلا برافو عليك ها صا رانا نشوفوا شنو كاتبه حفصه حفصه مزيان حسن جدا عرف بعدا تكتب سميتها مزيان برافو حفصة حتى الفرونسي كتبها مزيان حروف مزيانين برافو عليك برافو عليك حسن جدا حفصة حفصة حسن جدا عجبك دروكا اه حتى انا كيعجبني فاش كتبغي ديري شي حاجه زوينه تيعجبني الثاني برافو عليك حسن برافو عليك برافو عليك قلتي لي السبب ديال هاد القعده ثاني ديال الدار هو هي الطيحه طيحة كيفاش وقع لك تطحتي كيفاش وقع لك خصك تعاود ليا كيفاش وقع لك تطحتي خرجنا يا عفصة واش وقع لك تطحتي خرجنا نمشيو عند الطبيبة ديال السنان وطحتي لا اله الا الله اطلبوا معايا الله يشافيني كيف وقع لك بعدا اش وقع لك تطحتي كيفاش وقع عثرتي ولا عثرت فاش تقلبات لك رجلك تقلبات لي رجلي باقا منفوخه باقا منفوخه لا اله الا الله محمد رسول الله وما تقدريش توقفي عليها نقدر لا ولكن ما تتحركش بها ما فين تطوليت ما كتمشي ليها حتى شي فين تتحرك ليها باقي ضربت شي منفوخه مزيان والله يشافي الله يشافي بنيتي الله يشافي ما عندنا ما نديرو لك الله يشافي الله يجعل ولنا يشافيك ان شاء الله قريبا عاجلا دابا دابا تشافي دابا تبري ان شاء الله دابا تشافي ان شاء الله وفاش كدوزي الوقت دروكا في الدار ندوزو غير الجلسه صافي ومزيان بعدا تكتب قرا شويه تتعلمي الكتابه وتتعلمي سميتو السبوره ديما هذاك فوق الطبله والستيلو ديما مزيانين هكاك مزيانين المهم الوقت ما تيضيعش ما خصكش تضيعي الوقت هكاك وقلتي لي قبيله تحت في بير قبيله ما شنو هي البير زعما تبقى قصه ديال البير ما فهمتش قنطي باش وهذا الشيء مكتوب ديال الله سبحانه وتعالى راه اش غادي ديري وبقيتي بحال لا طايحه في شي بير وخاص اللي يجبدك منه ياك سمعت قالت لك انا طحت في البير وغادي يجبدني الريجيم ولا ما عرفتش قلتي علاش قلتي لي هذه الهضره غدير دروك الريجيم وغادي ندير انا وياها التحدي شكون اللي بتنقص واش انا ولا هي ايه راه حتى كنت عقلتي شنو كان تيقول لك الطبيب ديالك الثيوري اش كان تيقول لك سدوا عليها لا شكون كيقول لك بعدا اصلا قبل ما يقول لك سدوا عليها اش قال لك قال لي ديري الريجيم أه. علاش باش ما تطيحيش توصلي هذا المصل باش ما توصليش هذه الحاله أه. يعني الوزن ديالك باش تحكمي فيه حيت رجليك صغار ماشي رجلين كبار ماشي شي وحدين شي رجلين صحاح رجلين صغيرين قدها رجلين صغار قال لك ديك الساعه ديري باش تشدي لي من ما قدروش يهزوا لك هذيك الرجيله الوزن ديالك قال لك ديري ديك الساعه احفصه ديري الريجيم مزيان باش تبقي خفيفه ورجليك يقدروا يهزوك حيت الا الوزن ديالك كبير ما غاديش تشدي لك ليبر عقلتي شنو كنت يقول لك ها وشنو قال لك قال لك الا ما بغاش الا ما بغاتش حصه تصنت لكم في الريجيم شنو غديروا ليها شنو قال لينا نسدوا عليها قال لك نسدوا عليك علاش تحيه للدكتور سيمو محمد الديوري تحيه ليه من هذا المنبر هو الطبيب ديال حفصة نهار الاول كاع فاش كانت مريضة هو اللي دار لها اول عملية ديالها هو اللي دار لها العملية الاولى كانت يلا عندها شي 8 شهور 8 شهور تنحييوه زعما برافو عليه برافو عليه بغيتي تقولي لها حفصة شكرا الله يجازيه بخير ونقذها من الموت ونقذني من الموت فعلا فعلا ودابا غنتبع الريجيم ديالي والله يكثر من مثالو والله يجازيه بخير الله يكثر خيره الله يرحم ليه الوالدين الله يطول عمره في الدنيا وفي الاخره الله يجازيه بخير دونك هذاك كانت مرحله ياك المرحله اللي جات من بعد لا ثاني شحال وعلى ترويض وعلى شحال وسميتو المرحله اللي جات عند رمزي تا هو
شنو فاش دار لك العمليه رمزي؟ شنو انت شنو كنتي وقع لك قبل ما ديري العمليه مع السي رمزي تا هو؟ اش كنتي وقع لك؟ ليكريز. كنتي كطيحي وما كتعقليش فين ما تحطي طيحي. وتا هو الله يجازيه بخير. الله يجازيه بخير، الله يرحم ديها الوالدين، الله يكثر خيرو، الله يجازيهم بخير كاملين، الله يرحم ديهم الوالدين. من نهار درتي العمليه ديال رمزي؟ ما بقاو كاع لي كريز. ما بقاش كريز جاتك باقي؟ لا. الله يرحم ليه. الصيام ديال رمضان. اه الله يرحم ليه الوالدين زعما، برافو عليه. برافو عليه، برافو، الله يكثر من الوالدين. تحيه ليهم الوالدين وتحيه ليهم من هذا المنبر. ودروك حفصة شنو كنتمناو تاني؟ راه كاينين اطباء اخرين اللي متبعينك مزيانة وتهلاو فيك، هدى بشارة حتى هي الله يجازيها بخير، بلي تريتمون ديالها بالمسائل ديالها زعما، الله يجازيها بخير. والاخرى حتى هي ما تنسيهاش، الاخرى اللي قد اللي وفي الدواء اللي كانت قبل في الترويج حتى هي، و الترويج ديال السنان امل، وامل اللي قدت لك فمك اللي سنك اللي كانوا عوجين كاملين وعاود قدت لك لالا امل حتى هي حنيش امل الله يجازيها بخير. امل حنيش تحيه لها، كانت حصه تعاني معاناه كثيره، كانت مريضه لها حتى ديال السنان، وكانت عندها الرائحه كارهه بزاف من ديما فما غادي بالدم ديما يوم ديما غادي بالدم. مشيت لواحد عند الطبيب قال لي خاصها عمليه وخاصها تبنج بزاف ديال المسائل. والتحيه لهاد الطبيبه ديال السنان، تحيه للدكتوره امل الله يجازيها بخير، الله يفرح الله يفرحها. في الحقيقه عندك اطباء في المستوى تاع حفصه، لا الجوري لا سي رمزي لا هدى بشارة لا أمال حنيش لا سي رمزي لا زعما، أطباء في المستوى والله يشوفك مزيان. والتحية لكاع الطب كاع ديال العالم اللي تينقذوا الناس الإنسانية بطبيعة الحال. دروك حفصة شنو هو التحدي ديالك اللي هضرت لينا عليه أمك؟ شنو هو التحدي؟ الرجيم، الوزن. أه تحدي مع الوزن. أه حيت إلا ما نقصتيش من الوزن ما غاديش تشدي لي كيليبر ديالك وما تقدريش تمشي عاديه. لا والو، دابا درنا معها التحدي الى صلاه لا من غير هذا الشيء كاع. اه الى وصلت ل 50 غتخلص الحق هي. اه كيفاش؟ غتخلص هي الحق. غنخلص غتعطي 4000 ريال فوق 20000. اه 20000 كيلو بغا يعطيها. غتعطيه هي 4000 ريال فوق 20000. وشكون اللي بغا يعطيها 20000؟ انت. يا ربي السلامة. يلا قبلي حنايا قبلي التحدي ديالي. وشنو هذا التحدي؟ غتعطيه 4000 ريال ولا كثر فوق 20000. ان شاء الله حرمت عليا 4000 ريال الا وصلتي 50 كيلو واخا نمشي. التحدي بعدا شنو هو؟ هو تهبط؟ هو تهبط. راه كانت من 65. اه باش نقول للناس بعدا التفاصيل. راه فاش مريضه دروكا هبطت ل 58. راه انت نعطيوها الماكله ما بغاش تاكلها، يعني دايره الريجيم مزيره راسها، قالت لك خصني نخفف من الوزن ديالي، تاكل غير الفيتامين الفواكه بزاف، الصبا شي حوايج اللي هما سميتو خفاف، مره بيضه مره المهم شويه ديال الكفته شي حاجه هكا طريف. المهم راه جايه هابطه في الوزن من 65 واصله دروكا 58، راه زعما راه التحدي ديالها راه غيكلفني. ياك حفصه غتكلفيني. ولكن ماشي مشكل، ما خسرش فيك. انا ما عرفتش. انت غتعطي 20000 للفوق. اها 20000 للفوق. اي ان شاء الله. 40000 ديالي و20 ديال باباك هي 24000. 24000 راه كي شاده الحساب. عاودني منك مزيان، برافو عليك. انا متفق على الحفصه، انا ما عنديش مشكل، انا متفق. وما فيهاش شك غادي تعطي كاع حتى المليون ياك. لاش لهاد التحدي اللي قلت لك. وا المليون حفصه تكيسي على بابا. مليون تكيسي على بابا. مليون
ان شاء الله علاش ما خساره فيك هي تولي غير الله يشافيك وانت انت انا علمتك انت غتكوني معاه اش انت غتاكلي العصا واخا هاد الفلوس اش غديري بهم لا واش غنكمش انا بغيت الفلوس وانا بين عليه الصلاه والسلام اش غديري بهاد الفلوس غادي نجيب اش شغلك غادي نجيب اش شغلك جبتي الفلوس بغيتي انا نقص جبتي الفلوس قولي لي علاش بغيتي ديري بهاد الفلوس اش بغيتي ديري بهاد الفلوس بغيت نهضر راسي بغيت نشري حويجات بغيت نكسي راسي ودك سي راسي مرحبا مرحبا ودك سي مشروع هكا شي مشروع علاش لا شي حالات هكا ديال بغيت ندير حالات بغيت ان شاء الله ان شاء الله عندك طموح زوين عصا ماشي مشكل عندك طموح زوين ان شاء الله انا برا شوف ان شاء الله جا الشوما شوف سمعني هاد عصا الله عصا ماشي مشكله بنتي ان شاء الله علاش لا حنا حنا معاك سمعني مزيان هنا معاك المهم هو كتنشحي في التحدي ديالك بعدا باش ديري التعليمات ديال السيد ديوري نقصي الوزن ديالك الماكسيموم بوسيبل باش ما تقصي لا راه كاين تناسبيه ديال الوزن ماشي 40 ولا اسمي لا نهضر معاك كاين تناسبيه ديال الوزن ولكن السدان ما بغيت السدان ما بغي انا بغيناك ديري الريجيم الراسك الخاطر انت سدان عليك رجليك دروك ما بغيت السدان ما بغيت السدان انا غندير الريجيم الراسي ونحافظ على راسي مزيان ونعود ناكل قياسي واللي عطاتني ماما مزيان والتحدي ان شاء الله تحدي ولا ولا نقص الا نقصتي راه حنا درنا معاك داكشي اللي قلتي لي الا نقصت غتاكلوا العصا نتوما اه صافي ماشي مشكل العصا طبيعي حنا ناكلوا العصا حنا ولكن ماشي مشكل صافي ماشي مشكل ويلي انا كل حنايا العصا شوفي المهم انا بعدا الا نقصتي كثر 50 كيلو 4000 ريال انا غنعطيها لك انا 20 معاك فيديو تيشوفوها المتابعين انا 20 قالت لي بغات ابو عزاز بغات دير التليفون زوين وانت قالت لي شحال غادي تعطيني شتي كان الا وصلتي 50 غتاخذي 20000 وكل كيلو تحت 50 ب 4000 كل كيلو لا راه غير راه عبرنا الصباح صباح عبرنا لقينا 58 يعني من 65 ل 58 راك 7 كيلو من الصيف للضروب 5 على 2 هي 7 وداري غادي لحمه وراه غادي حتى في الشكل ديالك ولا تيبان مزيان برافو عليك برافو عليك والتحيه للمتتبعين ديال الحصه وتحيه للمتتبعين ديالي وغادي نزغرط واحد التزغريطه لا 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 تتبراي ان شاء الله وزغرتي دروك طلبي من صحابك المتتبعين ديالك اللي يدعيو معاك ابنتي تشافاي وتشافى ديك الرجيله ان شاء الله وما كاين غير الرجيم 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 يكون خير ان شاء الله الله يعاونكم في الفيديو الجاي ان شاء الله انا تعاود لكم القصه فاش تضرات لي في المسيره هذيك القصه ديال وصل الطواء بعيد ان شاء الله انا نعاود لكم القصه ديال حصه فاش تضرات لينا وتضرات ني راه مشات من وسط النهار وتال المهم راه قصه كبيره غتعاودها لكم حصه فمها الله يعاونكم دعوا معايا